بين سنين بين سنين أكثر من راي وراي. نتعرف على ضيفنا ونقول يا هلا باسم الكريم. حسين بن فردة. ما عليك سؤال أخوي حسين، عندنا سؤال. السؤال يقول لو جاك ضيف تكرمه في بيتك ولا تكرمه في مطعم؟ والله تختلف هي حاجتين. إذا كانت الضيف ضيف محبة يعني تحبه ولا يحتاج مو إنك تقوس قدرك عنده ولا هو يقوس قدره عندك، أخذه أطلق مطعم في الرياض بوفيه مفتوح إذا كان إن الهدف جلسة واجتماع، وإذا كانت مكابرة وهذه بحطها في البيت أو في استراحة وبعملها. لكن اللي أشوف أنا والأنسب إذا كان الضيف حبيب وعزيز وغالي علي الهدف جلسة وإكرام، أقرب بوفيه مفتوح في أطلق مطعم في فنادق الرياض كذا. حلو، أنت تقول بوفيه مفتوح فخم أودي الضيف، بس يا أخي ما تحس إنه يعني لو الضيف لما يجي في البيت خصوصية، أنت جيتني في بيتي أنا بقدم لك شيء من شغل البيت، ما حس يعني هذا خصوصية شيء خاص للضيف، ما حس إنه بتفقد الشيء هذا؟ معلش هي تفرق، في ضيوف أنا أمون عليهم وأسألهم السؤال، وأغلب أنا عندي ناس أغلب ما يجون يكون الهدف الاجتماع جلسة، ولا هو يعرف قدره عندي وأنا أعرف قدره عندي، ما يدخلنا شك في بعض، فخيره. في ناس يمونون علي من الضيوف يقول لا والله نبي طبخ البيت، في ناس لا والله نبي جلسة نبي نقعد سوا، وفي ناس لا هدفهم البهرجة. فأنا من الناس اللي يحب ذا، يحب الاجتماع خصوصا مع ضيف عزيز حبيب علي غالي، وهدفي من جلوسي مع الاجتماع أن أكون في بوفيه مفتوح مما لذ وطاب وكلها بتكاليف بسيطة وجلسة أكون أنا وياها استمتعنا بها. والله سيد حسين يعني كلامه مقنع، ودانا مكان ثاني خالص. قال أنا الشخص اللي عزني وبينه وبين أميانة أبو ودي بوفيه مفتوح وبأكرمه وخليه يأكل مو صحن 70 صحن، والله غلف القدر. شكرا سيد حسين. العفو، حياك، فرصة طيبة. الله نروح نشوف اللي بعده. بين اثنين